مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم وليمة مع حليمه. وصفه اليوم فقاس مغربي بالدقيق الكامل والزرارع، كيجي رائع بزاف. بقاو معايا نشوفوا المكونات باش غادي نوجدوا. غنحتاجوا في المكونات 4 ديال البيضات، واحد الصفر غادي نخليوه للدهن، خميره الحلويات، شويه ديال الملح، لوز، قرقاع، نافع، ذريعه الكتان، زنجلان، خليط ديال الحليب وما زهر، زيت، سكر، دقيق كامل ودقيق نوعيه ممتازه. غادي نخليكم مع لائحه المكونات مضبوطه وندوزوا مباشره لطريقه التحضير. وباش تحتفظوا بالمقادير غتلقاو تسجيل الحلقه في مواقع التواصل الاجتماعي. اولا كنديروا البيض، 3 البيضات كاملين وبيض بيضه، والاصفر غنحتفظوا به للتزيين. غادي نزيدوا معاه السكر، قريصه ديال الملح، نخلطو مزيان طراب يدوي او بيدينا. غادي نزيد الزيت، الحليب، وغادي نكمل التخلاط. غادي نزيد الزرارع كامله، الزنجلان محمر، النافع، القرقاع، ذريعه الكتان، اللوز مقطع بهذا الشكل. غادي نستمروا في التخلاط. صافي هكا يتخلط مزيان. غادي نزيدوا الدقيق ديالنا، خميره الحلويات، وغادي نجمعوا بيدينا، او ممكن نستعملوا ربوع او عجانه. نجمعوا العجينه بالدقيق الكامل فقط، كنكملوا بالدقيق ديال الفورس، كنزيدوا شويه بشويه حتى كنحصلوا على عجينه ما قاصحاش بزاف، حتى كتجمع ليا وتكون رطيبه باش كنرجعوا نقادوها بودان. صافي ملي كنجمعوا العجينه وكتكون رطبه بهذا الشكل ما تقصحوهاش، غادي نقسموها على 3، يكونوا من الاحسن قياس واحد. من الاحسن ندهنوا بشويه ديال الزيت، لان هذا ديال الدقيق الكامل كيكون كيلصق واحد شويه، وكنقادوهم رقاق او غلاض على حسب الذوق ديالكم كيفاش كتبغيو الشكل الفقاس. غادي نديروهم في صفيحه ديال الفرن مدهونه بالزيت او مفرشه بورق الطلق. كناخذوا الصفر البيضه اللي احتفظنا بها من قبل، كنجيبوا قهوه سريعه الذوبان او كاكاو او غير صفر البيض مع الحليب، واحد البانسو كندهنوهم من الفوق. صافي غادي نستمر كندهنهم كاملين مزيان. كناخذوا فرشيطه وكنزينوا على حسب الرغبه. صافي ملي كنزينوا غادي ندخلوه الفران على 170 درجه ونخليوه الوقت الكافي حتى كيشد راسو وكيتحمر غير واحد شويه وكنخرجوه. بعد ما كيطيب لينا الفقاس وكيشد راسو وكيتحمر غير واحد شويه كنغطيوه ونخليوه يبرد مزيان عاد باش كنقطعوه. لا قطعناه هو سخون فكيبدا كيتهرس لينا. غادي ناخذ واحد الموس يكون ماضي ونقطعو بالشكل اللي بغينا، يعني بشكل عادي هكذا، او نعوجو يدينا واحد شويه باش كيعطينا بحال هكذايا. صافي غادي نستمر كنقطعو كامل. بعد ما كملنا التقطاع ديالو فكنديروه في صفيحه ديال الفرن وكندخلوه يتحمر على نار مهيله، كذلك يتحمر من الفوق ومن التحت، ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالو. الشكل النهائي الفقاس بعد ما حمرناه كيجي رائع، كيجي مقرمش ولذيذ. وصفه كتستحق انكم تجربوها. شكرا لكم دائما على المتابعه، وما تنساوش تتابعوا برنامجكم وليمة مع حليمة على مواقع التواصل الاجتماعي، والى اللقاء.